أهلا بكم مشاهدينا إلى أسبوع الصحافة، وإليكم أبرز العناوين. العرب اللندنية: الحشد الشعبي يلوح بانقلاب ما لم يضمن حصة في الحكومة المقبلة. العربي الجديد تنقل من هيئة علماء المسلمين في العراق دعوتها لإطار وطني بديل عن المحاصصة الطائفية والعرقية. وفي تقرير للمدى العراقية تنقله من منظمة دولية: 8,500,000 عراقي يعيشون في مناطق ملوثة بألغام ومواد متفجرة. من المقالات يتساءل علي الصراف في العرب اللندنية: كيف انتصر الجهل في العراق؟ وتكتب سوسن الشاعر في الشرق الأوسط: الكرة نائمة في الملعب الإيراني. التفاصيل بعد لحظات. عنونت صحيفة المدى العراقية: ناشطون في ذي قار يتبنون الرقابة الشعبية لفضح هدر المال العام. بعد حقبة طويلة من عجز الجهات الرقابية والحكومية عن ملاحقة المسؤولين الفاسدين والمتورطين بنهب المال العام، ولا سيما المنتمين للأحزاب المتنفذة، إذ غالبا ما يجري التسويف في القضايا الكبيرة التي تقف خلفها أحزاب أو شخصيات سياسية نافذة. قالت صحيفة العرب اللندنية إن الحشد الشعبي يلوح بانقلاب ما لم يضمن حصة في الحكومة المقبلة. وأشارت مصادر إلى أن قادة الفصائل يجهزون عدة بدائل تصعيدية تبدأ من إثارة احتجاجات شعبية وقد تنتهي إلى انقلاب ميداني لإرباك الوضع. وفي عنوان آخر للعرب: خارطة طريق صدرية للتعامل مع دول الجوار، وتسعى القوى المدعومة من طهران لسحب البساط من الصدر والحيلولة دون رسم معالم المرحلة الجديدة. عنونت صحيفة العربي الجديد: هيئة علماء المسلمين في العراق تدعو لإطار وطني بديل عن المحاصصة الطائفية والعرقية. وتنقل الصحيفة من مسؤول القسم السياسي في الهيئة مثنى حارث الضاري قوله إن الشعب العراقي أكد مرة أخرى حقيقة موقفه الرافض للنظام السياسي القائم من خلال المقاطعة الشعبية الواسعة التي شهدتها انتخابات يوم 10 أكتوبر الحالي، وفشل الأحزاب السياسية المتنفذة وميليشياتها العسكرية في إقناع العراقيين بدعاوى التغيير والإصلاح التي مل العراقيون سماعها. ونطالع في العربي الجديد أيضا: النزوح الداخلي مستمر في العراق بسبب الميليشيات والثأر العشائري ودمار المنازل، حيث أخفقت حكومة الكاظمي في الإيفاء بوعودها التي أطلقتها عند تشكيلها بطي أزمة النزوح الداخلي في العراق وإعادة جميع العراقيين إلى مناطقهم ومدنهم الأصلية، وأظهرت قدرة كبيرة على المماطلة. وفي تقرير لصحيفة المدى العراقية تنقله من منظمة دولية: 8,500,000 عراقي يعيشون في مناطق ملوثة بألغام ومواد متفجرة. وجاء في التقرير الذي تنقله منظمة هيومان أند كلوجن وحمل عنوان: لا مكان للخلاص، تأثير المناطق الملوثة بمواد متفجرة على السكان المتضررين في العراق. ورسم التقرير صورة مروعة عن الحياة اليومية للناس المتخوفين من إرسال أولادهم مشيا إلى المدرسة، أو أنهم في عوز شديد للمال ويخاطرون بأرواحهم للعمل في مناطق معروفة بتلوثها بمواد متفجرة. أما الآن فأنقلكم مشاهدينا إلى الكاريكاتير.
من المقالات يكتب وليد الشطري في الزمان العراقية لغة العنف لا تجدي نفعا. يقول الشطري: الخسارة المرة التي منيت بها الأحزاب وبعض الشخصيات السياسية في الانتخابات جعلتهم يفقدون صوابهم، والتلويح بلغة العنف وقوة السلاح التي تتقنها الأحزاب هي التي جعلتهم مرفوضين ومنبوذين من الناخب العراقي، وعزوف الناخب عن التصويت لمرشح فاسد مسألة طبيعية، وأن الأحزاب والميليشيات الخارجة عن القانون أصبحت على القائمة السوداء من قبل المواطن العراقي. ويتساءل علي الصراف في العرب اللندنية: كيف انتصر الجهل في العراق؟ ويضيف الصراف: لا أعرف كم بقي من المثقفين العراقيين الذين لم يرضعوا من حليب الميليشيات، ولكني أعرف أن المئات منهم جاعوا وباعوا كتبهم وتشردوا حتى خلت الساحة لما بقي من أنصاف وطغت قضايا أخرى مع طغيان العنف والفساد فأسقطت كل ما اعتلى. ولا عجب أن ينحدر العراق من مأساة إلى أسوأ منها ومن انحطاط إلى آخر أعمق. وتكتب سوسن الشاعر في الشرق الأوسط: الكرة نائمة في الملعب الإيراني. تقول الشاعر: على كل ضحايا النظام الإيراني من الشعب الإيراني أو من اليمنيين أو العراقيين أو اللبنانيين أو المدنيين من مواطني دول الخليج الذين تضرروا من التدخلات الإيرانية أو من المسيرات المفخخة الإيرانية أن ينتظروا نهاية المفاوضات في فيينا، وأن ينتظروا قائمة طويلة أخرى من المصالح لا علاقة لها بنهاية معاناتهم. ستنضم إلينا بعد قليل في حوار أسبوع الصحافة الأستاذة زينب خشان المستشارة التربوية والأسرية. يسرنا تفضلكم بمتابعة الحوار. أهلا بكم مجددا مشاهدينا إلى حوار أسبوع الصحافة. أرحب بضيفتي عبر الهاتف من الدوحة الأستاذة زينب خشان المستشارة التربوية والأسرية. مرحبا بك أستاذة زينب إلى هذا الحوار. أهلا وسهلا، حياكم الله ويعطيكم العافية، وسعيدة بتواجدي معكم في هذا الحوار. مرحبا. نبدأ الحوار من مواقع التواصل الاجتماعي ذات التأثير الكبير، حيث يؤكد مختصون أنها أثرت بشكل سلبي في التواصل الأسري والاجتماعي، وأيضا أثرت على العلاقات الإنسانية، إلى جانب تأثيرها في مهارات التواصل الاجتماعي المباشر لدى كثير من أفراد المجتمع، موضحين أن بعض الدراسات أشارت إلى أن الاستغراق في استخدام هذه الوسائل يضعف العلاقات الاجتماعية ويقلل أيضا من التفاعل الاجتماعي. ما التداعيات المحتملة لضعف العلاقات الاجتماعية والتفاعل الاجتماعي؟ وسائل التواصل الاجتماعي قربت البعيد وبعدت القريب، فأثرت هذه الوسائل على ضعف العلاقة ما بين الأفراد في الأسرة الواحدة، مما طبعا سيؤثر بشكل مباشر على قوة العلاقات في الأسر، فبالتالي ستتأثر المجتمعات في تكوين هذه الأسر. ويعني عندما تتأثر الأسرة معناها سيتأثر أيضا المجتمع بقلة الروابط ما بين جميع أفراد المجتمع، وستقل العلاقة أيضا ما بين الفرد وقيمه المجتمعية والقيم الأخلاقية التي يعني المجتمع قائم عليها. فهذه من أحد التداعيات التي تؤثر بها مواقع التواصل الاجتماعي. ويعني دائما احنا ندعو إلى الحد من استخدام هذه المواقع قدر الإمكان، والحرص على زيادة الروابط الأسرية بخلق أوقات فعالة وإيجابية ما بين أفراد الأسرة.
برأيك هل سوف يستفيد الناس من بعض التفاهات التي تعرض على مواقع التواصل الاجتماعي؟ اختلفت الاهتمامات في المجتمع الحالي. كان سابقا الاهتمامات تنصب على القراءة والمعلومات والمعرفة وهذه الأمور، ولكن الآن أصبح يعني اهتمام الشباب وانجذابهم نحو الأمور اللي لا هدف منها، وهي علم لا ينفع وجهل لا يضر. فبالإضافة إلى أن دائما المجتمع صار يبحث عن السرعة في كل شيء، يعني يمكن هي أحد سلبيات التسارع الوقت اللي احنا نعيشه الآن، إنه والله المجتمع يحرص على السرعة في أيضا المعلومة التي سيحصل عليها، ومن ضمنها أيضا التفاهات. فعندك مواقع تواصل اجتماعي وعندك عندك سهولة في التواجد عبر هذه مواقع التواصل الاجتماعي، وليس كل من تواجد في مواقع التواصل الاجتماعي لديه محتوى ولديه شيء يفيد به المجتمع. وهي أصلا أصبحت البحث عن تقديم فائدة للمجتمع هي ليست قيمة أساسية الآن في المجتمع. القيمة الأساسية الآن هي الحصول على عدد أكبر من المشاهدات والحصول على عدد أعلى من الدخل المادي الذي يحصل عليه الشخص الذي ضد مواقع التواصل الاجتماعي، يعني من تقديم هذه التفاهات التي يسعى لها الشباب في المجتمع. ما هي الفائدة التي تعود علينا من المجتمع؟ ما في فائدة تعود علينا من هذه من مواقع التواصل الاجتماعي أو التفاهات التي مشاهدات مواقع التواصل الاجتماعي، بالعكس هي مضرة أكثر. يمكن استخدام وسائل التواصل الاجتماعي من قبل بعض الأشخاص بهدف نشر الإشاعات بين أفراد المجتمع وتضليلهم، كيف يمكن التغلب على ذلك؟ أولا عدم تداول هذه الإشاعات، وعدم يعني أنا مثلا إذا وصلتني إشاعة أو يعني حصلت على خبر من مواقع التواصل الاجتماعي، عدم تداول هذه الأخبار وعدم يعني تصديقها. أيضا بالمقابل أن يعني أنا أخذ المعلومات التي أسعى إلى الحصول عليها من مصادر موثوقة قدر الإمكان وجهات يعني جهات موثقة لأخذ الأخبار. أما يعني الأخبار اللي بتجيني من مواقع التواصل الاجتماعي اللي ما فيها أي مصدر للمصداقية أو الجهات الموثوقة، فيجب علينا أن لا نأخذ بعين الاعتبار بهذا الكلام. وهي أيضا ثقافة يجب أن تنشر ما بين أفراد المجتمع اللي هو التحقق من الخبر قبل تداوله. الصراحة مطلوبة في كل شيء، ويجب أن يتحلى بها الإنسان، لأنها نابعة من صفاء النية وحسن السلوك، وتكون عند الصديق الصالح الحامل للخير. والمجاملة لا تفيد، وأحيانا تكون ضارة لصاحبها، لكن هناك مواقف تجره إلى المجاملة مع أنها غير مفيدة وتجلب المشاكل. ما تعليقك على ذلك؟ ما هي الضوابط التي مثلا تجبرني على المجاملة؟ إذا أنا كنت في موقف لا يمكن تغييره، يعني هذا الموقف بالشخص المقابل هو لا يمكن أن يغيره، مثلا هي عادة سلوكية بالشخص وهو لا يمكن أن يغير هذه العادة قدر الإمكان، وأنا يمكن أن أحتمل هذه العادة، يعني أو مثلا مش عادة سلوكية، خلينا نقول بالشكل المجمل بالشكل. فما في داعي إني أنا أكون كثير صريح جدا مع الطرف الآخر وأجرح مشاعره بأي نوع من أنواع التعليقات السلبية اللي هي لا يمكن أن يغيره، هو مو بإيده عمل هالشيء نفسه، هو مو بإيده صار هيك، أو هذا الحدث أو هذا الشيء لا يتكرر كثيرا، يعني يحدث نادرا، يحدث بأوقات متفرقة. فأنا مثلا خلاص سأعرف أن تعاملي مع هذا الفرد، هذا الحدث هو حديث الآن ولا يحدث دائما، فما في داعي إني أنا أكون جارح مع الطرف الآخر. بالمقابل أنت لازم أكون صريح، إذا شيء أنا أستطيع أن أغيره، يعني مثلا أنا الطرف الآخر أو الطرف المقابل لي من الأشخاص هو شخص مثلا دائما صوته عالي ومرتفع، فعادي مو مشكلة أني أنا أتواصل معاه بلطف وأقول له معلش أنا أكون صريح معك، والله أنا أنزعج من الصوت العالي، فياريت أنك تتواصل معي بأسلوب ألطف وأنا سأتقبل مثلا نصيحتك.
دراسات تؤكد أن علاقة السعادة بالمال تنتهي عند وصول الشخص لمرحلة الاكتفاء بالحاجات الأساسية، بمعنى أنه عندما يستطيع الشخص توفير الاحتياجات الضرورية كالمسكن والمأكل وغيره من ضروريات الحياة، فإن العلاقة بين السعادة والمال تنقطع. هل تتوافقين مع هذا الرأي؟ نعم أكيد أتوافق، لأنه السعادة هي ناتجة عن إفراز هرمون الدوبامين في الدماغ. فإذا كان الآن بعد ما أنا أحقق الاحتياجات الأساسية لي في المسكن والملبس والطعام، فبهذه الحالة أنا سأصل إلى مرحلة الاستقرار. فإذا كنت أنا لم أربط سعادتي بحصولي، سأكون في مرحلة أمان، إحساسي في الأمان. فإذا أنا لم أربط سعادتي بالحصول على مجموعة من الأشياء، بالتالي أنا راح أكون واصل إلى مرحلة الرضا، ومرحلة الرضا هي أفضل من مرحلة السعادة اللحظية أو الوصول إلى مرحلة عالية من السعادة اللي هي تعطينا، اللي تأتي ناتجة عن إفراز هرمون الدوبامين اللي في الدماغ. أما إذا كنت أنا سأربط سعادتي بالحصول على ممتلكات ومقتنيات، فبالتالي سأصبح مدمن لهذا الشعور الذي ينجم عن إفراز هرمون الدوبامين في الدماغ. المشكلة بالموضوع تأتي إنه بعد أن أحصل على هذه المقتنيات التي سأربط سعادتي بها، سيكون عندي إفراز عالي للدوبامين. بعدها راح أوصل لمرحلة العادة، راح ينزل هذا الهرمون، فراح أصير حاسس بشعور عدم سعادة، راح أظلني أدور في دائرة استهلاك ودائرة شراء حتى أستمر في شراء المنتجات والمقتنيات، لأنني أريد أن أحصل على هذا الشعور الناجم عن إفراز الهرمون بكثرة بعد اقتنائي للممتلكات. فإذا كانت أولوياتي هي الحصول على مثلا الراحة الناجمة من تحقيق جانب أمني في المسكن، فبالتالي دائما احنا سبحان الله نعيش في مجتمع الآن هو كل شيء مرتبط في يعني انت لا تستطيع ان تحصل على خدمة معينة الا بمقابلها ان تدفع مال. فبالتالي مش المال هو القيمة الأساسية للحصول على السعادة، المنتج الذي سأستخدم فيه المال هو الشيء الأساسي لحصولي على السعادة أو القيمة الأساسية التي تمنحني السعادة. فإذا أنا كانت أولوياتي الحصول على المال هي لتحقيق جوانب معينة من حياتي، فأنا سأحصل على السعادة بناء على هذه الأولويات. فيجب على الفرد أن ينتبه إلى هذه الأولويات. وأثبتت الدراسات أنه الأشخاص اللي بعد عمر 35 عاماً هم أكثر حرصاً على تحقيق الأمن المالي في حياتهم حتى يكونوا واصلين لمرحلة الرضا. أما الشباب اللي من عمر 18 وطالع هم أكثر حرصاً على تحقيق السعادة ضمن امتلاك المقتنيات الحالية وعدم الحرص على تحقيق الأمن المالي. في ختام الحوار أشكرك أستاذة زينب خشان الشكر الجزيل لمشاركتك معنا من الدوحة. حياكم الله، يعطيكم العافية، حياكم الله، سعيدة بهذا اللقاء. والشكر موصول لكم مشاهدينا لطيب المتابعة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.